أسامة دابا كنشوف البسمة على وجهك واش هذا دليل على نجاح الدوري؟ بطبيعة الحال أنا جيت فخور فعلا جيت فخور لأنه ماشي غير الدوري نجح يعني نقولها بكل بساطة. ما يمكنش نحكي لكم المعاناة اللي عانينا واللي قاسينا، ما يمكنش نزيد نوصف المحطات ديال الدوري، لأن الدوري راه بدا في شهر 9 والتهيئ ليه بالوثائق، من بعد جات في شهر 4 المحطة ديال القرعة، درنا واحد القرعة كبيرة هنايا اللي كتشرف المدينة، وكانت عندنا عراقيل ديال الكورونا وديال الحالة الوبائية ديال البلاد، وكان الملعب تسد وتحدينا هذا الشيء كامل، والحمد لله احنا في الأخير يعني نهينا الدوري بنجاح، وانا جد فخور بكل صراحه. شحال من نادي شارك في الدور في الاول؟ 24 نادي اللي شارك على مستوى 6 مجموعات، ولكن حنا قبل كنا قسنا حتى المجال القروي بطبيعه الحال، كنا اتصلنا ب 47 جمعيه، ولكن كاين اللي ما توفقاش، كاين اللي ما منظماش، كاين اللي ما عندهاش مساله ديال المعدات، كاين اللي ما عندهاش اللاعبين في هذا السن، كاينه بزاف الامور اللي خلاتنا باش في الاخر احتفظنا ب 24 فرقه اللي شاركت معنا في هذا المونديال. ايتو هذا الدور الاول كتفكروا اكيد في دور ثاني وثالث ورابع، اليوم كان دوري محلي، واش ما كتفكروش انكم تنفتحوا على المدن المجاوره من بعد الاقاليم المجاوره ولما لا وطنيا؟ للاشاره، هو الدوري كان معمول للاقليم، اقليم العرائش، ولكن نظرا للظروف، نظرا للحاله الوبائيه، فاقتصرنا على النصف الغربي ديال الاقليم. النهار اللي تأسست هذه الفكره ديال الدوري، كنا قصدنا يعني درنا في المخطط ديالنا بانها تكون اقليميا من بعد جهويا من بعد وطنيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو الهدف ديالنا وهذا هو الاستراتيجي ديالنا في المساله. انتم سي اسامه كامناء العرائشين بالمهجر كيبذلتوا مجهود ونظمتوا دوري نشطوا هذه المدينه طيله هذه المرحله، ولكن اليوم حنا كنحضروا كاعلاميين ومع الاسف كنلاحظوا الحاله ديال هذا الملعب الكارثيه زعما بالمفهوم العام الكارثيه. اكيد هذه الحاله ديال هذا الملعب كتاثر على الرياضه عامه في مدينه العريش، رساله لهذ المسؤولين ديال هذه المدينه. فعلا اولا نحن ماشي الامناء هما الناس اللي مولوا اصحاب المشروع اصحاب الفكره. حنا انا كنمثل نادي لاراش سيتي، فعلا كل ما قلته صحيح، وهذا الملعب هذا دابا راه السن ديالو تقريبا 10 سنين، وكتشوفوا الحاله ديالو عليه ضغوطات كثيره، فرق من القصر ومن الساحل كتجي تلعب فيه، وخدا ضغط كبير توصل لهذه الحاله هذه. حنا العام اللي فات في يعني في شخصينا وفي يعني كممثل الجمعيه ديالنا نضلنا في جميع الجهات باش نحاولوا نصلحوا هذا الملعب هذا، كانت بعض العراقيل، كانت بعض المواقف الغير الايجابيه اللي كننشجبوها وكندو بها من هذا المنبر هذا. الحمد لله كاينه بوادر خير هذا العام هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاينه بوادر خير بانه هذا الملعب غادي تصلح، ولكن راه كنقولوها الا ما تصلحش الملعب راه عندنا كفاءات وعندنا مؤهلات اللي ما يمكنش يتسقلها في هذه الحاله المزريه ديال هذا الملعب هذا. اليوم كتكرموا الصحافه وكتكرموا اخبار الفجر المغربيه. نكرموا الصحافه في يعني هذا المنبر، جريده ديال الاخبار فجر المغربيه وبالخصوص فجر الرياضيه. انا صراحه كاعتراف شخصي من عندي، انا فخور بهاد جوج ديال الاشخاص اللي معنا في على الشان المحلي، الاخ نزار والاخ بوسين، ما بخلوش علينا، ضحوا بالوقت، واكبوا معنا المونديالتو، واكبوا جميع التظاهرات الرياضيه بواحد المستوى عالي. عندنا مشروع ديال المذيعين التلفزيين كنقولوها وكنعرفوا اش كنقولوا، عندنا مشروع التعاليق ديالهم في التغطيه ديالهم كيديروها بشكل احترافي، وكنهنئهم هذا المنبر هذا. شكرا لكم. شكرا لك سي اسامه، الله يبارك في هذا. كلمه سي بوسين خاصه على هذا الدوره، انت هو كنتي كل شيء يمكن تقول لنا. فالحاجه اللي كنتمناو من اعماق القلب انها تكون استمراريه ديال هذه المنافسات هذه ديال المونديالتو، لانها كتفتح لنا الافاق حتى حنا كصحفيين رياضيين، وكتفتح الافاق لهذه الاجيال هذه باش نزيدوا كره القدم في مدينه العرائش ونزيدوا كره القدم الوطنيه بصفه عامه. الفريق الا فريق امال بركي. اذا هنيئا